أفلا يتدبرون القرآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مشاهدي الأعزاء في بداية هذا السمر الرمضاني، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الأجر. ونحن الليلة مع سورتين، سورة الأعلى وسورة الغاشية. أيها الأحبة، سورة الأعلى مكية وآياتها 29 آية، نزلت بعد سورة التكوير، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في تلك خلق الإنسان وأشار إلى خلق النبات بقوله تعالى والأرض ذات الصدع، وذكر هنا خلق الإنسان في قوله خلق فسوى، وخلق النبات في قوله أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وقصة النبات هنا أوضح وببسط أكثر، وخلق الإنسان هناك أكثر تفصيلا. أيها الأحبة، أمر سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ينزه اسمه عن كل ما لا يليق به، واسم الله ما يعرف به، والله إنما يعرف بصفاته من نحو كونه عالما قادرا حكيما، وهذا الاسم هو الذي يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، وهو المراد بالوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو المذكور في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، علمه رسوم الأشياء وما تعرف به. فالله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم، أي تنزيهه عن أن نصفه بما لا يليق به من شبه المخلوقات أو ظهوره في واحد منها بعينه أو اتخاذه شريكا أو ولدا له، فلا تتجه عقولنا إليه إلا بأنه خالق الكائنات وهو الذي أوجدها وسواها، وأنه هو الذي أخرج المرعى ثم جعله جافا حتى لفظه السيل بجانب الوادي. قال جل من قائل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي. وبعد أن أمر رب العالمين سبحانه وتعالى رسوله الكريم بتسبيح اسمه وعلم أمته المأمورة بأمر الله له، كيف يمكنها أن تعرف الاسم الذي تسبحه على نحو ما ذكرنا؟ ولا يكمل ذلك إلا بقراءة ما أنزل عليه من القرآن، فكان هذا مدعاة إلى شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على حفظه، ومن ثم وعده بأنه سيقرئه من كتابه ما فيه تنزيهه وتبيين ما أوجب أن يعرف من صفاته وأحكام شريعته، كما وعده بأن ما يقرئه إياه لا ينساه. قال سبحانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر. أيها الأحبة، وبعد أن وعد سبحانه ورسوله بذلك الفضل العظيم وهو حفظ القرآن وعدم نسيانه، أمره بتذكيره عباده بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتنبيههم من غفلاتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير لهم، وبين أن الذكرى لا تنجع إلا في القلوب الخاشعة التي تخشى الله وتخاف عقابه، أما القلوب الجاحدة المعاندة فلا تجدي فيها الذكرى شيئا، فهون على نفسك ولا يحزننك جحدهم وعنادهم، كما أشار إلى ذلك في آية أخرى فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها الحديث أسفا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن أولئك الجحد العصاة يكونون في قعر جهنم، لا هم يموتون ولا يسعدون بحياة طيبة. قال سبحانه فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. أعوذ بالله. أيها الأحبة، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى وعيد الذين أعرضوا عن النظر في الدلائل التي تدل على وجود الله ووحدانيته وإرسال الرسل وعلى البعث والحساب،
اتبعه بالوعد لمن زكى نفسه وطهرها من أدران الشرك والتقليد للآباء والأجداد في الكفر، وعده بالفوز بالفلاح والظفر بالسعادة في دنياه وآخرته. أما ذكر سبحانه وتعالى أن من طبيعة النفوس حب العاجلة وتفضيلها على الآجلة، ولو فكروا قليلا لاستبان لهم أن الخير كل الخير في تفضيل الحياة الثانية على الحياة الأولى. ما أرشد إلى أن أسس الدعوة الدينية في كل الأديان واحدة، فما في القرآن هو ما في صحف إبراهيم وموسى. قال سبحانه: قد أفلح من تزكى. والفلاح كما قال العرب هو لفظ جامع لكل أنواع الخير، ولا لفظ في كلام العرب أجمع للخير من لفظ الفلاح. ولذا كان في الدعوة إلى الصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن الصلاة جامعة لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا تنويه بالذكر، والذكر فضله عظيم وكبير. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولنا الليلة أيضا أيها الأحبة وقفة مع سورة الغاشية. وسورة الغاشية مكية وآياتها 26 آية، ونزلت بعد السورة والذاريات. ومناسبتها لما قبلها أنه أشير في السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجنة والنار إجمالا، وبسط الكلام في هذه الأشياء هنا. وهي سورة قصيرة الآيات متناسقة الفواصل، تطوف بالقلب البشري أمام الآخرة وأحوالها. فأصحاب الجحيم يلقون أشد ألوان الألم والعذاب، وأهل الجنة يتمتعون بألوان النعيم وصنوف التكريم. ثم تعرض أمام الناظرين مشاهد الكون وآيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع. قال الله تعالى: هل أتيك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. فسأل بداية السورة سؤال تهويل عما يكون يوم القيامة، وافتتاح هذه السورة بهذا الافتتاح بجانب ما فيه من تشويق يدل على أهمية هذا الخبر، وأنه من الأخبار التي ينبغي الاستعداد لما اشتملت عليه من معاني لا يصح التغافل عنها. ما فصل سبحانه أحوال الناس في هذا اليوم فقال: وجوه يومئذ خاشعة. والمراد بالوجوه هنا أصحاب الوجوه من باب التعبير عن الكل بالبعض، وخصت الوجوه بالذكر لأنها أشرف أعضاء الإنسان، ولأنها هي التي تظهر عليها الآثار المختلفة من حزن وفرح. وأخبر أن هذه الوجوه عاملة ناصبا، أعوذ بالله، تصلى نارا حامية. وصف شرابهم وطعامهم، ثم ذكر أن هناك وجوها ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية جعلنا الله وإياكم من أصحابها. ثم أمرهم سبحانه أن ينظروا كيف خلق الإبل ورفع السماء إلى غير هذا مما ذكره، ليستدل به على قدرته على بعضهم ليلقوا ما ذكره من عقابهم وذوابهم. قال جل من قائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وفي هذه الآية أيها الأحبة تدرج في النظر بين هذه الكائنات، إلى الأرض، إلى الإبل أولا فيرتفع كأنه يرتفع بنظره مع عنقها فيصل إلى السماء، ثم ينزل إلى الجبال، ثم ينزل إلى الأرض. فسبحان الله على هذا التناسق في إحداد النظر وفي إنزاله، فهو يدل على إعجاز القرآن وعلى بديع الصنعة الإلهية فيه. ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على تذكير الكافرين بهذا، ولا يهمه أن يؤمنوا أو يكفروا، أنه ليس بمسيطر عليهم. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر، أعوذ بالله. أي لكن من كفر منهم فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي داوم أيها الرسول الكريم على تذكير الناس بدعوة الحق بدون إجبار لهم أو تسلط عليهم، واتركهم بعد ذلك وشأنهم، فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا، ثم إن علينا وحدنا أيضا حسابهم على أعمالهم ومجازاتهم عليها بالجزاء الذي نراه مناسبا لهم. وتأكيد أن رجوعهم إليه تعالى أمر لا شك فيه، وأن حسابهم يوم القيامة سيكون حسابا عسيرا، لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ومجد وكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلا